على رسول الله. أما بعد، معكم أخوكم سال سلطان العجمي. اليوم سنتحدث عن الحلال وأهمية الحلال ولماذا الحلال. نطرح تساؤل مهم: هل يمكن فعلا تحقيق الحلال الحقيقي في ظل هذه التشريعات الوبائية الحالية؟ ولماذا الحلال؟ وما مدى أهمية الحلال بالنسبة لك؟ عن عائشة رضي الله عنها تروي قالت أن أبا بكر رضي الله عنه كان عنده غلام، فجاء له بطعام وأكله أبو بكر رضي الله عنه، فبعدما أكل الأكل قال له الغلام: أتدري ما ثمن هذا الأكل؟ قال: ما ثمنه؟ قال: كنت تكهنت لرجل في الجاهلية وأعطاني ثمن هذه الكهانة، يعني ثمن حرام. فلما علم أبو بكر أن ثمن هذا الأكل الذي أكله حرام، كان قد سمع حديثا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي لحم نبت من سحت النار أولى به. فماذا فعل أبو بكر رضي الله عنه؟ أدخل إصبعه في فمه واستقاء حتى أفرغ جميع ما في بطنه. فأبو بكر رضي الله عنه كان ورعا ويتورع عن الحرام، ولهذا يجب نحن أن نتحرى طعامنا، هل هو حلال؟ هل فيه شيء حرام؟ هل هو مذكى ذكاء شرعية؟ وسنطرح الآن: فما مدى أهمية الحلال بالنسبة لك؟ كان مهما عند أبي بكر رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم وصحابتهم قدوتنا. نبي الآن نريد كل المنتجات، مثلا حين تريد أن تشتري سيارة تسأل أين صنعت وكيفية الصنع. طيب، في المأكولات الناس لا تسأل ولا تتحرى، هل يجب؟ نعم يجب، مثل ما فعل أبو بكر رضي الله عنه. وهناك أيضا في الشركات حين يكتبون المكونات هناك تضليل، هناك شركات لا مصداقيتها ليست 100%، 50-60%، 70%. فيجب أن نتحرى، يجب على المستهلك أن يتحرى. والآن تكنولوجيا المكونات ليست كالسابق، الآن لدينا أمور معقدة، جيلاتين ومنفحة وما أدراك من منفحة، أمور عظيمة. وهل هي من ميتة أم من أم مذكاة ذكاة شرعية؟ والكلمة حلال، وأصبحت الآن كلمة حلال مصطلحا دوليا يعنون به أن يكون المنتج خالي من مكونات وطرق التصنيع التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية. وهناك بعض الأفراد يقولون، يعني يعتقدون أنه لا علاقة للشريعة الإسلامية بالمنتجات الغذائية وأحيانا الاستهلاكية. فنقول لهم: لا، توجد آيات وتوجد أحاديث سنستعرضها الآن. وإلى الاعتقاد بأنه لا توجد حاجة إلى المطالبة بشعار حلال على المنتجات الغذائية وغير الغذائية وخدمات الحلال المساندة. ماذا سنغطي اليوم؟ سنغطي جوانب الحلال من القرآن والسنة، ومصطلحات الحلال وقائمة عنها، ومقارنة بين الماضي والحاضر فيما يتعلق بالحلال. ولماذا منتجات حلال وليس فقط لحوم حلال؟ لأن الحلال ليست فقط في اللحوم. الآن كل أشياء، مثلا في الصابون، مثلا مسحوق الغسيل الملابس، جميع يعني أغلب المنتجات الاستهلاكية الآن يدخلها الحلال والحرام، وسنعرف الآن كيف. والآثار الصحية الضارة عند تناول مكونات غير حلال، هل الحلال فقط مسألة دينية؟ لا، تتعلق أيضا بالصحة،
إذا تورعت في أكلك ومأكلك ومشربك، أيضا صحتك ستتحسن. سنعرف كيف. أولا سنستعرض الحلال من حيث القرآن الكريم. قال الله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وقال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. جميل. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإحسان إلى الحيوان، قال صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث فيه فوائد عظيمة عظيمة جدا، ولكن نأخذ منها ما نريد. أن في الحلال أيضا نهتم لهذه الأمور، نهتم للحيوان ليس فقط للإنسان. هناك بعض المصطلحات المتعلقة بالحلال يجب أن تشرح أيضا، وهي الحلال. الحلال هو ما أذن الشارع في فعله وخير بين فعله وتركه، يعني تفعله أم لا تفعله، لا تؤجر ولا تؤثم، أنت في الخيار. وأيضا الحرام، الحرام هو ما نهى الشارع عنه نهيا جازما، ويعرف أيضا أنه هو ما يعاقب تاركه. الطيب لغة هو ما تستلذه النفس، وشرعا هو ما يباح أكله، غالبا يسمى من الطيبات. الذي أباحت الشريعة أكله هو من الطيبات، مفرده طيب. المشبوه هو ما بين الحرام والحلال، ليس واضحا. والمؤمن يتورع عن المشبوه أو المشتبهات. جميل. وهناك المكروه، المكروه هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، أو يعرف أيضا ما نهى الشارع عنه نهيا غير جازم. أزكى هو أفضل، إذا قلت أزكى لك يعني هو أفضل لك. الإحسان وهو الرفق بالحال معروف كما موجود. النجس هو ضد الطهارة، وهي يعني شيء حكمي يمنع من الصلاة، هو شيء حكمي أو شيء حكمي يمنع من الصلاة. مثلا الطهارة هي رفع الحدث وزوال النجس. الجلالة هي أيضا يجب أن تعرفها، في إذا كنا نريد أن نعرف لماذا الحلال فيجب أن نعرف الجلالة. الجلالة هي البهائم التي أغلب علفها من الفضلات، وهذه لا يجوز أكلها ولا شرب لبنها ولا ركوبها أيضا، لا بمعنى أصح لا يجوز الانتفاع بها إلا أو حتى أن تعلف علفا طاهرا. الاستحالة هي تحول الشيء من شيء إلى شيء آخر، تغير كامل في الحقيقة، يعني يتغير الاسم. الخمر يتخلل بنفسه، وملحوظة الاستحالة المتفق عليها والتي هي تغير الحكم، التي هي بدون تدخل بشري. الذبح هو قطع القصبة الهوائية والودجين والمريء، يجب أن تحصل هذه الأربعة. الميتة ما مات حتف أنفه
بدون ذكاء شرعية. جميل. النوازل وهي الأمور المستجدة التي ممكن اليوم عندنا حكم، بعد 10 سنوات يظهر حكم آخر، يتسمى نوازل، أمور لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ووجدت الآن ولا نعرف حكمها، يجب أن يجتهد الفقهاء فيها. فمن النوازل مثلا ذبيحة المسلم الذي لا يصلي، هناك من العلماء من قال أن ذبيحته لا تجوز، ليست إن ذكاها ليست ذكاة شرعية، لأن حصل هناك خلل في مثلث الذبيحة أو الذكاة الشرعية. وذبيحة الكتابي المرتد هذه من النوازل أيضا، شهادة غير المسلم أيضا، ذبائح الفرق الإسلامية هناك فرق لا تجوز ذبيحتها استنادا إلى قول بعض الفقهاء. والصعق هناك من أجاز وهناك من لم يجز، وهناك حالات معينة، الأمر يحتاج إلى دراسة وبحث مطول. وهناك الذبح الآلي أيضا، وهو سكين يتحرك بشكل آلي وتمر مثلا الدجاج وهو يقطعها بشكل آلي، يعني 100 دجاجة بسكين واحد بضغطة واحدة. جميل. الموقودة إلى السر، هذه كلها من النوازل. أيضا الجيلاتين والبلازما من الميتة، أيضا الإنزيمات والمنفحة من ميتة، أيضا الجلسرين من ميتة، هذه كلها، والكحول أيضا، الجلالة سبق وشرحنا ما هي جلالة، والمواد النجسة مظنونة الاستحالة من ميتة وحشرات وبول جميعها. سنستعرض الآن قواعد من القواعد، قاعدتين ونعززها بثالثة، التي من القواعد التي تتعلق بالحلال. إذا اجتمع الحلال بالحرام غلب الحرام. إذا كان عندك شيء تظن أنه حلال وتظن أنه حرام تغلب الحرام، يعني 50% تظن أنه حلال و50% تظن أنه حرام، تغلب الحرام لا تقربه، تبتعد عنه. وهذه القاعدة مشابهة لقاعدة فقهية أخرى، إذا غلي بالحرام في بلد تطبق قاعدة الحظر. يعني مثلا إذا الدولة كانت أغلبها لا يذكر ذكاء شرعية، هل تأكل من لحومها؟ لا، تطبق قاعدة الحظر، خلاص تحظر على نفسك أكل لحوم هذه البلد حتى تتيقن أنت بنفسك أنها مذكاة ذكاء شرعية. أيضا هذه القواعد بنيت على أن تعطي الأولوية للحرام على الحلال إذا التقيا، يعني إذا كانوا مع بعضهما وكنت لا تعلم، لست متيقنا، إذا كنت في مرحلة الظن، يعني هذا ليس ظنا قويا، الحلال ولست متيقنا منه، والحرام ولست متيقن منه، تغلب الحرام لتجتنب الحرام. وقاعدة أصولية فقهية أخرى، أن الأصل في اللحوم التحريم، الأساس في اللحوم هو التحريم. يعني مثلا أنت مشيت ووجدت لحم، أو مثلا وجدت حيوان أو بهيمة مقتولة، أول ما يخطر في ذهنك أنها ليست مذكاة، على طول تقول أنها محرمة حتى تتيقن أن المذكي والبهيمة أصلا يجوز أكلها. الآن سنستعرض المثلث، يعني أن لا تشك في أحد عناصر مثلث الذبح، وهي عقيدة الذابح والمذبوح أن يكون يجوز أكله. مثلا أتينا وذبحنا أسد، مثلا يجوز أكله لا يجوز أكله مثلا. وطريقة الذبح، لا يأتي بالمسدس الواقد ويقتله به ويقول هذه ذكاة شرعية، هذه كلها محرمة. فعندها يغلب الشك على اليقين ويرجع إلى الأصل وهو التحريم، كما قلنا أن الأصل في اللحوم التحريم. جميل. وهذه القاعدة تطبق على كل ما يأتي من الذبيحة، لحومها ودهونها وبروتينها. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم سألوه شو اسمه الصحابة، قالوا له هل يجوز أن نستفيد
من دهون الميتة، يجعلونها في المصابيح ويشعلونها وتنير لهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود، كانوا حرم عليهم شيئا فاستفادوا منه بطريقة أخرى، باعوا بعض الأشياء التي حرم الله سبحانه وتعالى، حرمها الله عليهم. ماذا يوجد تحت مظلة الحلال؟ يغطي سوق الحلال المنتجات الغذائية من لحوم وألبان، منتجات غير غذائية كمثلا مساحيق التجميل عند النساء، أمور سنستعرضها الآن، والخدمات المساندة للحلال مثل السياحة الحلال، هذه جميعها سنستعرضها الآن. المنتجات الغذائية من لحوم ومنتجات لحوم، أيضا الحلويات تدخل في المنتجات الغذائية، لأنهم يستخدمون الجلسرين حتى يعطي هذه المادة على الحلويات. هذه لا نعلم ما مصدرها، لا يجب أن نعلم. والمخبوزات أيضا، المشروبات يضعون فيها الجلسرين أيضا، ومنتجات الألبان لأنها تدخل في المنفحة، ولا نعلم المنفحة هذه هل هي من ميتة أم من بهيمة مذكاة ذكاء شرعية. والمواد الخام الجيلاتين والدهون، ما هو مصدرها؟ يجب أن نعلم. والمضافات الغذائية الأخرى ومنتجات غير الغذائية من أدوية ومستحضرات تجميل كما قلنا قبل قليل، وأغذية الأطفال والرياضيين مثلا في المكملات الغذائية للرياضيين، أيضا منتجات الرعاية الصحية والصوابين السائلة والصلبة ومساحيق الغسيل والشامبوات، هذه كلها تدخل، يجب أن نعرف مصدرها لأنها يحتمل الدخول الحرام فيها، والفيتامينات والأعلاف. الخدمات المساندة للحلال وهي مختبرات التحليل وإصدار شهادات الحلال واقتصاد تقني وسياحة الحلال. السياحة الحلال يعني يوفر لهم جوا للمسلمين، بحيث مثلا لا يمنعون النقاب، أو مثلا يضعون منطقة ليس فيها نساء عاريات، حتى إذا كان عندك أطفال لا يرون هذا، أو حتى أنت، فيوفرون لك بيئة للسياحة الحلال، فهذه تدخل أيضا، هذا تفيد سواء التاجر وأيضا المستهلك، وخدمات الاعتماد والمؤتمرات. والمراجع العلمية من شيخنا دكتور هاني المزيدي، أنصحكم في قراءة كتابه إن شاء الله سيطبع قريبا، وكما هي موجودة عندكم. وأنا آسف على الإطالة، وإذا بدر مني خطأ فاعذروني، وأشكركم على حسن الاستماع.